نرجع للاحتفال. ده يبقى في الاخر جبت جون كسبنا يعني انا اقول مثلا لك حاجه ما تزعلش مثلا مني؟ قول يا كابتن. لا ما ازعل من ايه، بالعكس. اول ما شفت كده انا ما اتفائلتش. مني ولا من عمر؟ منكم انتوا الاثنين. يعني انا ايه؟ طب حضرتك ما تفائلتش على اي اساس؟ طب انت قلت مش شايف في الصوره دي الاخر. قديمه؟ اه معلش، بس انا ضربات ترجيح. يعني انت عارف بنبقى احنا كمشاهدين او بتبقى مشدود، كمشجعين وانا كلاعب ببقى مش مضغوط مشدودين، جدا، بنبقى ميتين، وانا ببقى مضغوط فاهم؟ جدا ان انا ادخل اشوف حاجه فايه زي كده. فانا قلت استنوا شويه مش دلوقتي. بص يا تحكي كابتن، لي بقى. هي مش احتفال اكتر ما هو في اتفاق بيني وبين مراتي وبين بنتي. بتبقى لما بتعملها لها بتضحك، وهي لما بتيجي تنام بتنام بنفس الطريقه، حاطه ايديها تحت، يا فقلنا راجل نعملها. لا براءة. فمش الفكره ان انا بحتفل عشان خاطر انا جبت ضربه جزاء. طب ما انا انت بتهديها لبنتك. بالظبط حاجه بسيطه، لما مثلا زي مثلا ما بتجيب جون بتبوس تي شيرت، بتبوس دبله. هقول لك برضو في ضربات الجزاء بتعمل حاجه بسيطه، انك الكاميرا عليك فانت بتعرف ان بنتك مثلا بتتفرج او مراتك، والله فبتبقى رساله ليهم بسيطه. بس ده كان القصد. انما ده كان ما انا عملتها في ماتش جورمانيا، مع عشان كده بقول لحضرتك الصوره اللي كانت معروضه لا من شويه. جورمايه حاجه والزمالك حاجه. انا اقصد ان الاحتفال ده موجود انت من عارف قبل الناس ماتش فسرته الزمالك، ازاي؟ ان انا بحتفل قبل ما الماتش يخلص. بتحتفل وبتقول لجمهور الزمالك ناموا ما انا وبتقول، بص لجمهور فاهم؟ الزمالك ببص لجمهور ما الاهلي ليه؟ بقول لجمهور انا الاهلي بقول نام. لك تفسير ما انا الناس. بقول ما انا بشرح بقى ان انا لو عايز اعمل لجمهور الزمالك ما الف لجمهور الزمالك الناحيه الثانيه واعمل لهم كده، او ابص العواد واعمل له كده. انا بعملها ان شايف الكاميرا جايه عليا، فعملتها ان دي رساله بيني وبين مراتي وبين بنتي، وبنعملها مع يعني بعض دي عشان كانت لعالية بالظبط كده. بنوتك الجميل. فالناس خدتها ان هي احتفال. ما هو انا ما مش شرط. طب ما هو في واحد جاب جون وعمل نفس الاحتفال باسلوب غير لائق، نعم ما عجبنيش الحركه اللي بعد الاحتفال. هو بيحتفل براحته، ده نعم هو حر ليه وجهه نعم النظر وليه التقدير برضو والاحترام. وكسبه. نعم يعني لو كانوا خسروا كانوا هيقولوا ده ده انا احتفال. بكلمك مشاعري كأهلاوي. وانا بقول لحضرتك نعم. مشاعري كلاعب في ساعتها بعمل ده طيب ليه؟ يعني انت عملت نيتي ده كانت ايه؟ لبنتك يعني. لان طيب انا عاملها في كده ماتش جورماهيا كده كده كده. كده براءة. دي الفكره. لا مش طيب براءه، انا بفهم ان الناس بتاخد بالعكس جميل يا جماعة. الناس بتفهم الموضوع من وجهه، كل واحد بيفهم من وجهه ايوه نظره هو، ويشوفوا مثلا لو حد علق بحاجه يبقى كلهم وراه. طيب ده ما ينفعش. انت وضحت ده.